حابة تعرفي الفانوس دوت معمول ازاي؟ خليكي معانا في الفيديو وهنعمله من ازازة زيت او ازازة مية وبأقل التكاليف. اهو شكله حلو جدا، ومن الازازة ازازة المية العادية وبورق الفوم. لو حابة تعرفيه خليكي معانا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه اصحابي؟ النهاردة هنعمل فانوس رمضان جميل جدا نفرح بيه اخواتنا الصغيرين، وكمان يا جماعة هعمل لكم هدايا عيد الام، بس استنونا طبعا في الفيديوهات الجاية. اول حاجة هجيب ازازة عادية، اي بقى ممكن تستخدم ازازة مية او ازازة زيت، اي ازازة متوفرة عندنا في البيت. هستخدم لونين فوم مختلفين، اي لون بقى، انا استخدمت اللون البنفسجي. وهبدأ كده ان انا اتنيها كده واحدد للنص، احدد كده للنص كده، وهبدأ ان انا اقصها بالشكل ده كده، ان انا قسمتها نصين كده وحددت كده سنتي عشان ابدأ اقص وما عديش الخط ده، وثبتها كده من هنا عشان ما تتفتحش مني، واقصها بنصها. هجيب كده المقص وهبدأ كده اقص كده، وطبعا لازم اقصهم يكونوا متساويين علشان كده يكون حاجة كده شكلها حلو بالشكل ده. بالشكل ده كده قصتها كده اهو الاتنين كده. هبدأ بقى اجيب كده الشمع واحط هنا شمع كده، وهثبتهم الاتنين كده. اهي بقيت بالشكل ده كده. هجيب بقى الفوم كده وهحط كده على الازازة، اهي هحط بقى كده على الشمع الفوم هنا كده على بداية ورقة الفوم كده، وهثبتها كده. وما نحطش على الازازة علشان الازازة ممكن تسيح معانا، لان الازازة تبقى مصنوعة من البلاستيك. شكل ده كده اهي. اهي بقيت بالشكل ده كده وثبتها كده. هجيب بقى قطعة لونها فدي عشان اكسر اللون، وهبدأ وبالقلم كده هحدد كده داير ما يدور كده علشان لما اجي واثبت القطعة ديت فوق ما اطلعش ولا انزل. بالشكل ده كده، وهثبتها كده من على الظهر بحيث ان الفوم الجليتر هو اللي يكون متثبت على الازازة. وكده قلبتها بعد ما ثبتها كلها بالشكل ده كده، وهسويها بالشكل ده كده بعد ما ثبتها من تحت ومن فوق، وممكن وسبتها كده اهي وثبتها من الاخر. هجيب بقى كده اللون الفدي واحط كده شمع كده على الحروف بتاعت قطعة الفوم اللي فوق دي، وعلى الغطا كمان. بالشكل ده، وهثبتها كده على ورقة الفوم. الطريقة دي كده، وبعدين هقصها. وقصيت شريطة بيضة كده وهحط هنا كده الشمع بالشكل ده كده، بثبتها كده.
ممكن دي انتوا تعملوها ممكن برضك لا، بس انا عشان اكسر اللون البنفسجي فحبيت ان انا احطه. ويا ريت لو وصلتي معايا لحد كده تحطي اللايك وتدعميني بالشير والاشتراك في القناة، عشان اللايك اللي بيرفع الفيديو بيخلي الناس كلها تشوفه. كده وهقص الزيادة وهثبت كده اخر قطعة بالشكل ده. كده هجيب بقى قطعة استرس اي لون انتوا حابينه، هحط هنا كده شم وهثبت الاسترس عليه. ممكن تكتفوا بكده بس عادي برضك. كده وهقص الزيادة وهقص 3 كراتين بأحجام مختلفة، دي أكبر واحدة طبعا. وهبدأ كده أحط الشمع على الكرتونة كده وهثبتها هنا. وهقصها وبعدين بقى طبعا بعد ما هغلف الكرتونة احط كده شمع على الطرف بتاع الفانوس من فوق. وهثبت كده قطعة الكرتونة دي هنا في النص كده بالشكل ده. وهجيب كده برضك 3 كراتين غلفتهم كده بالفوم وزودت من هنا استرس كده بالاحجام المختلفة دي. اهيو كده هحط شمع هنا وهثبتها في النص بتاعت الكرتونة دي كده بالشكل ده، والتانية برضك ثبتهم كده في النص كلهم. احط كده هنا شمع دي طبعا عشان هتكون الايد بالشكل ده. ممكن بقى نجيب فصوص اللي هي الاسترس يعني ونثبتها على الايد من هنا كده. بالشكل ده كده اهي. وهجيب بقى دي هحط هنا كده شمع علشان دي يا جماعة اللي هي هنلف عليها الايد عشان نعرف نثبت الايد كويس جدا. هحط كده شمع على الايد ودي كده اهي عشان الفها عليها كده. علشان لما نيجي نثبت الايد على الفانوس الايد ما تتخلعش بسهولة. بالشكل ده كده هثبتها هنا بقى. دي كده الايد هثبتها على قاعدة الكرتونات دي كده بالشكل ده. وكمان هثبتها على الفانوس من فوق كده في النص كده بالشكل ده. وطبعا كده الفانوس بتاعنا لسه ما خلص، محتاج بس حبه تزيين كده عشان يدي منظر حلو ويفتح النفس كده. عملت هلال مقاس كبير ومقاس صغير
وعملت نجمة، وطبعا بطرون النجمة العادي اللي احنا بنقصه على طول. كده وهثبته هنا كده، والنجمة دي هثبتها هنا. ممكن بقى تعملوا مقاسات كتير بقى، ممكن برضك نحط الهلال ده هنا. ودي قطعة فوم بيضاء لفتها كده وحطيت عليها من هنا. هبدأ كده اجيب قطعة كرتون عادية وهثبتها هنا كده، طبعا يعني كأنها شمعة كدابة يعني. هجيب كده قطعة صفرة او ممكن برتقاني كأنها شعلة كده بالشكل ده، وهثبتها كده من جوه من هنا. او ممكن تحط بردك اللمبة المضيئة بالشكل ده، هثبتها. ده لولي ابيض هحط عليه كده شمع وهثبته كده على الازازة. بالشكل ده كده. طريقتي كده ممكن بقى تعملوا بقى على كل الازازة. وده كده بقى شكل الفانوس بتاعنا، شكله جميل جدا، وكمان نفرح بيه اطفالنا، حلو قوي. ممكن بقى تعملوا منه احجام بقى مختلفة. وده كان الفيديو بتاعنا، ياريت لو عجبتكم فكرتنا تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. وطبعا دي محدش هياخد بالك ان هي كانت من ازازة، شكله زي الجاهز بالظبط وكمان اوفر، واستخدمنا بس ورقتين فوم وازازة.